ندخل عليكم بالصحة والعافية وقبول الدعوات والمغفرة والعفو. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. نشرت الفنانة نزهة الركراكي والدة المغني سعد المجرد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو لابنها من داخل أسوار السجن يقدم فيها التهاني لمتابعيه بمناسبة شهر رمضان الكريم. تدخل عليكم بالصحة والعافية وقبول الدعوات والمغفرة والعفو وكل ما كتمناه يا ربي، واللهم ارزقنا وإياكم الحسنى وزيادة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. كنحبكم أخوكم. تدخل عليكم بالصحة والعافية وقبول الدعوات والمغفرة والعفو وكل ما كتمناه يا ربي، واللهم ارزقنا وإياكم الحسنى وزيادة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. كنحبكم أخوكم. تدخل عليكم بالصحة والعافية وقبول الدعوات والمغفرة والعفو وكل ما كتمناه يا ربي، واللهم ارزقنا وإياكم الحسنى وزيادة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. كنحبكم أخوكم.